كما أمر طيب بالعيز الجهات الوصية بإيجاد حل لتعامل مصالح الأمن مع مخالفات السائقين وتوفير عناء تنقلهم من ولاية إلى أخرى. رتلة برمي دوله في تبسا هو مقيم في مغنية، يدوروا البرمي تاعو يقولوا للمغنية عواد اللي احنا الدولة نقول الدولة قال روح في ولايتك تفوت في اللجنة خطرة ولا مرتين، يخلوا الآن يجي مرة يقول عاود تبسا مرة الأولى ربما مرة ثانية ومرة ثالثة باش عاد يحصل على هذه، باسكو يا با اون بوسيبيليتي باش نسهلوا على هذا المواطن. قال نشدوا لك البرمي في تمرش تسكن في مغنية ولا تبسا وانت تسكن في كذا، عندك مخالفة ما اعترف بها، هذاك كي نهار اللي تجيك هذا الأمر بتسوي أمورك روح الولاية تاعك لا كوميسيون تما المرة الأولى والثانية وتبع القانون. كل المواطنين يشكوا بهذه، قال صح أنا نعترف المخالفة لكن علاش نمشي مرة قال وليت تبسا أنا في مغنية مرة ثانية وليت تبسا مرة ثانية ولا العكس من الراس تمشي المغنية ولا مغنية كذا، أنا درت مخالفة نسهلوا لي الأمور خلوا لكم مش مطلع ولاية تاعي اللي تسقوا لي الأمور ثاني اجتمعوا ديروا الفريق لي سو بروبليم تسفيتي لأن التنظيمين سنية من الآن كان كمل زنية من مشاكل مشكل متروح.